بالنسبة لملاحظة جميع مراحل الانتخاب متاحة حسب القانون للجمعيات المجتمع المدني والجمعيات اللي تلاحظ في الانتخابات، لكن ما صارش لهنا تواصل مع جمعيات المجتمع المدني، ما صارش تعريف بالإجراءات هذية، ما صارش عمليات بيضاء يكونوا حاضرين فيها المجتمع المدني مكنهم من أنهم يعرفوا طريقة فرز التزكيات، كيفاش تكون التزكية صحيحة، كيفاش تكون التزكية ممولغات. هذا ما كانش معرفة الإجراءات بتاع التزكيات، ومكونات المجتمع المدني اللي تقدمت ومشيت ولاحظت ما كانش على علم بالإجراءات هذه. فما برشا اللي قعدوا في الباب، عندنا زملائنا احنا كشبكة المراقبين ما كناش موجودين، ما عندنا زملائنا كانوا موجودين في الباب ما تمكنوش منهم يدخلوا. بعدك بعد ما وفات عملية فرز التزكيات سمعنا من أحد أعضاء الهيئة المستقرة للانتخابات يقول إنه البيبان كانت مفتوحة للممثلين متاع المترشحين وإلا الجمعية المجتمع المدني للملاحظة. حقيقة الإجراءات ما كانش واضحة من الأول، وهذا في البروسيسيوس كامل ما كانش فما دليل إجراءات وإلا تعريف بالمراحل وإجراءات اللازمة في ملاحظة جميع مراحل في العملية الانتخابية ككل. بالنسبة لمكونات المجتمع المدني والجمعيات اللي تلاحظ في الانتخابات وشبكة المراقبون، احنا تقدمنا بمجموعة من الاعتمادات للهيئة للملاحظين متاعنا والمكونين متاعنا. اجراءات جديدة جت من عمناول، فما تكوين يكون اونليني معناها للملاحظين، أبار التكوين اللي تقوم به جمعية المجتمع المدني فما تكوين يكون أونلين للملاحظين ويرفق مع الملف فيه المعطيات الشخصية وفيه التزام بالحياد وكل ما يعني الحياد وعدم وضوابط وشروط وحقوق وواجبات الملاحظ يوم الاقتراع. بالطبيعة احنا نعرف حقوقنا ونعرف واجباتنا، وقدمنا بالمطالب هذه ونستناو في بطاقة الاعتماد. الحقيقة إلى حد اللحظة هذه ما زالت ما وصلتناش، وإن شاء الله يوصلوا في وقتهم ونتمكنوا باش نكونوا حاضرين في جميع مكاتب الاقتراع وما حولها. هو المبدأ إنه يكون شخص ماهوش منتمي لحزب معين، ماهوش فما وظائف معينة، كما منجموش يكونوا ما عندهمش الحق يكونوا ناخبين، كما عندهمش الحق يكونوا ملاحظين وظائف معينة في الدولة. عدا عن ذلك أي مواطن، احنا نعمل في الملاحظة المواطنية، أي مواطن يرى في روحه يحب ينخرط في العمل الجمعياتي وملاحظة الانتخابات وتعزيز الديمقراطية يمكن له يتقدم عن طريق جمعيته بطبيعة الحال بطلب الاعتماد. تيوريكمون ما فماش علاش معناها مش يترفض المطلب اذا كان ما فيهوش مشكل قانوني ولا انسان يخدم في وظيفه ممنوعه معناها اونتر ديمي ولا ما تنجمش تكون عندها صفه الناخب. اذا كان فماش مانع قانوني ما نتصورش معناها الهيئه باش ترفض ولا ما فماش علاش باش ترفض. بالنسبه للمده ولا الديلي نتاع بطاقات الاعتماد، حقيقة ما فماش بالقانون، ما فماش نص قانوني يقول راه بعد 15 يوم ولا بعد شهر احنا نراسلوا ونقعدوا نتصلوا بالهيئة لين يحضروا بطاقة الاعتماد متاعنا وناخذوا. اما كمدة معينة او قانون او دليل اجراءات ما فماش في الموضوع هذا. بالنسبة للانتخابات المجالس المحلية وانتخابات التشريعية اللي فاتت، فما جمعيات ما نحبش نحكي باسمهم اختاروا انهم يشاركوش، فما جمعيات ما كانش عندهم تمويل، فما جمعيات شاركوا لكن بدرجة اقل. احنا كشبكة المراقبون كنا حاضرين، تحصلنا على بطاقة الاعتماد متاعنا، شاركنا في الانتخابات لانه نمنوا انه حضورنا مهم ومهم جدا،
ما يلزمناش نتخليو على بلاصتنا، وهذا حقنا وهذا واجبنا كشركاء في العملية الانتخابية في تونس. احنا ما نحكيوش على السيناريوهات الجاية، مش من ما ندخلوش في مرحلة الشك من توا، ما نحكيو حتى على سيناريوهات صارت قبل. فما بعض المترشحين مثلا يرفض النتائج، ولا رفض النتائج، ولا ما حبش يعترف بالنتائج، لكن بحضور المجتمع المدني أكد وضمن اللي صوت متاع المواطن راه وصل، وحفظنا الصوت متاع المواطن وأكدنا النتائج اللي موجودة، وإحنا عنا طريقة نخدم بها اللي هي الجدول الموازي للأصوات. نجموا بالطريقة هذه نخرجوا نسبة المشاركة والنتائج، معناها نسب نسبة النتائج. وذلك علاش ملزمين احنا ولازمنا نكونوا حاضرين، ويلزم تتعطى الضمانات الكل باش نكونوا موجودين ونخدموا الخدمة اللي خدمناها من 2011 لتوا، وضمننا بها صوت المواطن. برغم اللي موجود واللي صاير، فما دور كبير ودور ملاحظة ودور رقابة، يلزم المجتمع المدني يكون شريك، ويلزم يكون ضامن لصوت المواطن اللي باش يحطه نهار الاقتراع في الصندوق. هذاك علاش احنا نطالبوا ديما ان نكونوا حاضرين، نطالبوا بطاقات الاعتماد متاعنا تكون في وقتها، نطالبوا انه يسمع صوت المجتمع المدني في جميع مراحل الانتخابات، مش كان في يوم الاقتراع كهو.